معكم علي عز الدين، أنا من لبنان، صاري 18 سنة بمجال التربية والتعليم. حبيت من خلال يوتيوب لأقدم لكم أفكار، خاصة أنه كلياتنا قاعدين بالبيت وعم بيكون عنا صعوبات، شو لازم نعمل مع أولادنا، الأساتذة من وين لازم نجيب مصادر، والأهل محتارين شو بدهم يعملوا. السلسلة الأولى يلي رح أقدمها اسمها قصص مع علي. من خلال هيدي السلسلة رح أقدم قصص أنا كتبتهم وأنا ألفتهم، رح أقراهم بصوت عالي، ومع كل قصة رح كون عم أقدم لكم فكرة بتقدروا تطبقوها مع ابنكم بالبيت، أو إذا كنتم مدرسين بتقدروا تطبقوها من خلال التعلم عن بعد. إن شاء الله هالأفكار تنال إعجابكم، إن شاء الله نتعاون مع بعضنا البعض، وإذا عندكم حيالله شيء اطلبوه مني وأنا جاهز إنه كون عم أقدم لكم بركة فسحة أمل بهالضوضاء اللي نحن عايشين فيها.